فكرة سيلسيف بنك، احنا بنك عادي بنعمل فيه سيفنج وبنعمل فيه تخزين للخلايا اللي موجودة في الحبل السري، في الدم اللي موجود جوه الحبل السري. بتبقى ست حامل، ووقت الولادة بنبعت لها دكتور في أوضة العمليات بيسحب من الحبل السري الدم اللي جواه، علشان فيه كميات كبيرة قوي من الخلايا اللي هي الخلايا الجذعية اللي احنا بنخزنها، عشان دي خلايا مفيدة جدا وليها استخدامات كتير قوي في علاج امراض كتيرة. عدد الحالات اللي عندنا لغاية دلوقتي حوالي 2500 حالة من ساعة ما فتحنا، وده طبعا لان احنا كل سنة بنزود الوعي عند الناس، لان الخلايا الجذعية دي حاجة مش معروفة خالص في مصر، فاحنا زي بنبتدي الوعي من الصفر عند الناس. ودلوقتي الحمد لله في ناس كتير قوي عارفه عن الموضوع، وفي ناس كتير قوي بتطلب ان هي تعمل تعاقدات معانا. ليه اللي في الحبل السري؟ علشان في كذا سبب. اولا دي طريقه ما بتعملش اي طريقه، مش انفيسيف، ما فيهاش اي وجع بالنسبه للمريض، والخلايا اللي فيها كتيره جدا، ونوع معين اللي هي هيماتوبويتيك ستام سيلز دي بتطلع بتتحول لخلايا دم، فده نوع متخصص شوية بيعالج أمراض معينة ليها علاقة بأمراض الدم والمناعة. في حالة الاندفاع بيكون لا قدر الله حصل للناس اللي مخزنين، حصل لحد من أفراد الأسرة عندهم مرض معين، بيكون الدكتور بتاعهم المعالج قايل لهم إن الحالة دي ممكن تتعالج بالخلايا الجذعية، فبيجوا هنا ويسحبوا الخلايا بتاعتهم. هي طبعا بتبقى خلايا مخصصة ليهم هما بس، للأسرة بتاعتهم هما بس، محدش تاني يقدر ياخدها. فاحنا بنطلع العينه بتاعتهم وبنبعتها لهم على المركز المعالج، وساعتها الدكتور هو اللي بيعالجوا بيها. في كذا حاله طبعا انتفعت من تخزين الحالات دي. اكتر حاجه بتتعالج بالموضوع ده في مصر هنا الانيميا البحر المتوسط او السيكل سيل انيميا. ده مرض بيأثر على كره الدم الحمراء، وليه علاج كتير قوي بالخلايا الجذعيه في مصر. كان في حاله من حوالي 7 أو 8 سنين، كان ولد صغير عنده سرطان الدم اللي هو لوكيميا، وكان عنده أخ صغير هيتولد، وأخدوا الأهل وخزنوا العينة بتاعت أخوه، وفعلا اتعالج بالعينة بتاعت أخوه. احنا فاتحين هنا بقالنا 10 سنين، فأول عينة اتخزنت كانت من 10 سنين، دي أقدم حاجة عندنا هنا.